السلام عليكم. جبت لكم النهاردة وصفة جميلة جدا، وهي شاورما اللحمة. الطريقة دي بجد جميلة جدا ورائعة وموفرة. لو قارناها باللي احنا بنشتريها من بره هنلاقيها بجد توفير جامد جدا. المكونات: بحتاج كيلو لحمة مقطعة مكعبات صغيرة، يفضل اللحمة يكون فيها شيء من السمين او شيء من الدهن، دي بتدي نتيجة حلوة جدا في الطعم وفي التسوية. بحتاج بصلاية كبيرة مفرومة او مبشورة، دي بحتاجها عشان التتبيلة، وكمان نص كوباية زبادي او معلقتين كبار زبادي، معلقة صغيرة فلفل اسود مع حبهان، ممكن اضافة الكمون لو بنحبه، معلقة كبيرة ملح، ومعلقة كبيرة خل. هقلب المكونات كلها مع بعضها، وبعد كده هغطيها واشيلها في التلاجة لتاني يوم. يفضل ان انا اتبل التتبيلة دي واشيلها ابيتها في التلاجة، بتدي نتيجة حلوة اوي في التسوية. بعد ما خرجت المكونات بتاعتي من التلاجة هفضيها في الحلة اللي انا هسويها فيها. التتبيلة بتخليها جميلة جدا في الاكل. في الاول هولع عليها على نار عالية، وهضيف عليها كوباية مية، اول ما ابتدي في الغليان هوطي عليها واسيبها حوالي نص ساعة تستوي لحد ما المية اللي فيها كلها تنشف. بعد كده بعد ما عدى نص ساعة زي ما احنا شايفين اللحمة البيضة اللي احنا ضايفينها ليها نزلت كل الدهون اللي فيها والسمنة اللي فيها او الدسم. طبعا مش هينفع ان احنا ناكل كمية الدسم دي كلها غلط، فانا هتخلص منها اصفيها كده في اي طبق. هغطي الحلة كده عشان التصفية تبقى كويسة، واصفي كمية الدهون او كمية الزيت اللي نازلة من اللحمة دي كلها لحد ما تنشف تمام، ميبقاش فيها اي دهون خالص. والدهن اللي خرج منها ده ممكن استخدمه بعد كده لو هعمل محشي مثلا او هعمل عدس شوربة، بضيف منه معلقة مع معلقة سمنة، بيدي طعم حلو قوي. ولو مش بنحبه ممكن اتخلص منه. بعد كده هرجعها تاني على النار عشان تكمل تسوية، لان هي طبعا لسه نص سوا. هضيف ليها كوباية مية وهغطيها لحد ما تكمل تسوية، يبقى فاضل عليها 10 دقايق بس، يعني اللحمة تبقى لسه فيها تسوية بسيطة قوي عشان لسه هضيف ليها الخضار. بعد ما عدى حوالي نص ساعة او ساعة الا ربع حسب اللحمة اللي انا جايباها، طبعا في لحمة بتاخد تسوية كتير وفي لا، هجيب الخضار: ربع كيلو طماطم، حزمة بقدونس، ربع كيلو فلفل رومي مقطع، ربع كيلو بصل. هضيف المكونات دي كلها على اللحمة. طبعا هيبقى لسه باقي يعني حوالي 10 دقايق بس مش اكتر، لان الخضار ما بياخدش تسوية كتيرة. هقلب الخضار مع اللحمة تقليب كويس، وهسيبهم على النار حوالي 10 دقايق كمان او ربع ساعة بكتير قوي، لحد ما الخضار يستوي ويختفي في اللحمة. هظبط الملح بتاعها، طبعا الملح حسب الرغبة، وهغطيها تكمل تسويتها. وده بيكون الشكل النهائي للشاورما بتاعتنا النهاردة بعد ما استوت. جميلة جدا، الشكل جميل والطعم بجد رائع. صدقوني لو جربتوا الطريقة دي ما عدتش هتشتروها من بره تاني. طريقة نظيفة وطريقة موفرة جدا، وفي نفس الوقت يعني تغيير من اللحمة المسلوقة واللحمة المشوية والحاجات دي. اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في الشير واللايك وتفعيل الجرس، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.